أعراض وعلامات عديدة ممكن يعاني منها مختلف من الأشخاص، مثل الحساسية الزائدة منير، أو حتى ممكن مشاكل بالحلق أو حتى بالتنفس. حاليا بهي الفترة بما يتعلق بالانتقال الفصلي واللي عم نشهده حاليا من فصل الصيف وحتى فصل الخريف، ممكن كتار من الأشخاص بيعانوا من مشاكل تنفسية أو مشاكل أخرى متعلقة بهي الفصل. صحيح، خاصة إذا كنا عم نحكي سوسا عن الأشخاص اللي عندهم مشاكل تنفسية مثل الربو، أو الأشخاص المقدمين على نوع من العمليات الجراحية المتعلقة بالأنف، ولو أنه الطب دائما يعني بفضل انه يأجل هذا النوع من العمليات باوقات محدده خلال السنه مثل ما بنعرف. اليوم رح نحكي اكيد عن ابرز هي المشكلات التنفسيه، وايضا عن طرق علاجها، او خلينا نقول الوقايه منها. طبعا مع ضيفنا اللي صار معنا داخل الاستوديو الدكتور احمد عبد الكريم مصطفى، الاختصاصي بامراض الاذن والانف والحنجره، صار معنا بدامسكو. اهلا وسهلا فيك دكتور، شرفنا. اهلا بكم. اهلا وسهلا فيك دكتور. بداية دكتور، خلينا نحكي عن أبرز المشاكل يلي ممكن يعاني منها الأشخاص فيما يتعلق بالجهاز التنفسي بهي الفترة وفترة انتقال الفصلي. مثل ما تفضلتي، دائما نحن فترة الانتقال بين الفصول هي فترة مزعجة شوي، لأنه بيزيد فيها حدوث يعني نزلات البرد والتهابات التنفسية العلوية بشكل أساسي. في بعض الأشخاص بيزيد عندهم يعني هجمات الحساسية بهي الفترة، لأنه بترتفع الرطوبة شوي. بهي الفترة كمان بتترافق انه كتير بيصير في اكتظاظ بين الناس، وخصوصا بالمدارس وبالرياض الاطفال، لذلك العدوى بتنتشر بشكل سريع، ومنه بتنتقل بالبيوت. الانتانات الفيروسية بيكون الوضع كتير مناسب لاستمرارها بهي المرحلة، لذلك يعني بنشوف انه كتير من الناس بهي المرحلة بيعانوا من يعني شكل من أشكال الاضطرابات التنفسية، وخاصة الالتهابات التنفسية فيروسية المنشأ أو الاضطرابات التحسسية المرتبطة بتبدلات الطقس. دكتور، إذا بدنا نحكي عن أبرز المشكلات الطبية، خلينا نقول بتسمياتها، يعني اللي ممكن تبرز كأمراض اليوم، شو هي الأمراض اللي ممكن نلاحظها؟ هلا الأهم بين اللي عم نشوفه حاليا بهالفصل هو الالتهابات الفيروسية التنفسية الشاملة، مثل حالات الجريب، وبعض منها ممكن يكون يعني كورونا. الجريب هو انتان فيروسي شامل بيصيب الطرق التنفسية، لأنه ما عاد حدا تعامل معه انه كجريب، يعني خلص اي جريب دكتور فورا صرنا عم نقول انه هو 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 الجريب كمان ليس اقل من الكورونا، يعني كورونا حالة تنفسية شاملة بتصيب الطرق التنفسية بشكل عام، بتعمل فيريميا، يعني بتعمل اصابة على مستوى كامل الجسم، بتأثر فيها الجسم بشكل كامل، والانفلونزا نفس الشيء. لذلك الانفلونزا كمان يعني كفيروس هو له خاصية كتير مميزة، انه كل سنة بيغير بطبيعته، لذلك حتى لو الشخص يعني عنده مناعة بالسنوات السابقة ممكن يتعرض لنوبات جديدة من الانفلونزا او حتى من الكورونا. تمام. اذا فينا نحكي عن الاعراض الشائعة ونفرق ما بينها وبين المشاكل التنفسية الخطيرة، يعني هلا هي طبيعي انه احنا نحس فيها مثل الجفاف بالحلق، او مثلا بعض الاشخاص بحس انه في عنده رشحة بعدين بتروح وبتختفي بعدين بترجع، فخبرنا اكثر عن الاعراض الطبيعية. اكثر الاعراض اللي عم نشوفها حاليا هي اضطرابات التنفسية الانفية، يعني انسداد الانف وسيلان الانف، بالاضافة لاعراض الالتهابات التنفسية الحادة مثل العطاس والسعال. عند الأطفال السعال عرض أساسي ومهم بنشوفه بمعظم الحالات. الحالات اللي يعني بتبلش تتطور أكثر ممكن تترافق بصعوبات تنفسية، ممكن تترافق بالتهاب حنجرة أو التهاب بلعوم أو حتى التهاب قصبات، وربما ذات رئة أحيانا. دكتور، لما عم نحكي عن شريحة الأطفال دائما بعيادات يعني الأذن والأنف والحنجرة، بنشوف لما تفوت على العيادة بتشوف في سعال معين بتحسه محدد عند الأطفال للحنجرة، اللي هو ما بعرف إذا هو سعال يعني التهاب بسيط بيكون او ممكن يتطور بيكون حاد جاف، هذا تحديدا هذا شو بيكون؟ يعني هذا المرض هون نحن شو عم نحكي؟ الالتهاب التنفسي او الفيروسات التنفسيه بشكل عام هي مجموعه كبيره من الفيروسات، من الكورونا الاعتياديه غير الكورونا اللي يعني عملت الجائحه السابقه. تمام. في الكورونا الاعتياديه، في الفيروسات الانفيه الادينو فيروس، في الفيروسات التنفسيه، هي مجموعة كبيرة من الفيروسات بتعمل هالنمط من الإصابات اللي بتبلش على مستوى الأنف، بتعمل التهاب بلعوم خفيف. عند الأطفال كتير بتترافق بأعراض حنجرية مثل السعال، وأحيانا بيصير صرير، يعني بيصير صعوبات بالتنفس. هي الساعة اللي بتحسها هيك صوتها غريب. بتعمل عند الأطفال شيء بنسميه الكروب أو التهاب الحنجرة والرغامة والقصبات، اللي بيعمل إنتان مشترك علوي سفلي على مستوى الطريق التنفسي،
وهذا ممكن يعني يعمل مضايقة تنفسية، يعني يعمل عسرة تنفسية عند الطفل. لكن يعني معظم الحالات بتستجيب بالعلاج السريع بوحدات الإسعاف أو بالعيادة. تمام. قال الدكتور بأنه البعض من الأعراض ممكن تتشابه مع الكورونا أو ربما هي أصلاً هي كورونا، فمنشوف أنه بعض من الأشخاص بيتجه للصيدليات بيستعمل أدوية معينة فبيعمل أزمة على هي الأدوية. شفنا مثل الأزيترومايسين وغيرها من الأدوية اللي مرتبطة هي بالكورونا ولكن هي مو بالضروري أنه هي تعالجها. فقديش في خطورة أنه نحن نستعمل أدوية عشوائية بهي الفترة، نعمل أزمة على الصيدلية وكمان ما بنستفاد كأشخاص عاديين؟ شكراً لك للسؤال المهم جداً، هو سوء استخدام الصادات بالحالات التنفسية الفيروسية. هلا كل الحالات اللي ذكرنا هي حالات فيروسية، يعني ما بتستفيد من الصادات الحيوية لأنه ما عندنا إنتان جرثومي. هلا الطبيب هو أقدر شخص إنه يقيم الوضع ويشوف إذا في ضرورة للوقاية بالصادات أو لاستخدام الصادات لعلاج اختلاط صار أو إنتان صار مرافق للحالة. لذلك انه نوصف الادويه او ناخذ الادويه بشكل عشوائي كثير ممكن يكون له تاثير ضرار على صحه المريض. بيقول لك انا اخذت الدواء وما استفدت شيء، وما استفدت شيء لانه ما اخذ الدواء المناسب بالشكل المناسب بالوقت المناسب. ضعف مناعته يمكن او شيء، ممكن هو يأهب له، يعني اذا صار انتان سنوي يأهب له انتان عنده مقاومه على الصاد او عنده فوعه اعلى، فإذا تطورت أموره بصير الوضع شوي أخطر من الحالة الاعتيادية لو أنه ما أخذ صادات سابقاً. لذلك هلأ مثل الأزيترومايسين بلش يفقد شوي من فعاليته نتيجة الاستخدام العشوائي. يعني نحن هذا الصاد هو من عائلة بنسميها الماكروليدز، كتير مفيدة بالإنتانات اللي من نمط معين من الجراثيم خصوصاً إنتانات تنفسية، لكن نتيجة الاستخدام يعني العشوائي والمتكرر بين الناس يعني فقد شوي من فعاليته العلاجية. دكتور لما نحكي عن هاي الصادات نحن نعرف انه في بعض منها بيكون بيحتوي على مادة الكورتيزون، يمكن نحن لما بنستخدم نوع من البخاخات او الصادات على عمر صغير من الاطفال، يعني احنا دائما الناس بتتخوف انه هي شو موادها مثلا، كيف فينا نستخدمها مع الاطفال، بدنا نريح الطفل ما عم بينام ما في عم يتنفس بالليل، هي يمكن حاله دائما مزعج جدا للاهل. نحن هون كيف فينا نتعامل مع طفل مثلا عنده هذا الالتهاب التنفسي؟ كمان هذا السؤال مهم. هلا نحن مشان الخلط انه الكورتيزون هو ماده استيرويديه بنسميه مضاد التهاب استيرويدي. هذا المضاد الالتهاب بنميز فيه عن شيء اسمه انتان. تمام. انتانات هي حالات يعني التهابيه محرضه بفيروس او بجرثوم او بطفيلي او بفطور. لكن هون احنا المشكله بالالتهابات الفيروسيه، رد الفعل الجسم مع الحاله الالتهابيه بتصير نتيجه الالتهاب هي لها تاثير سيء على الوضع. مثل هلا بالحنجره، اي وزمه بالحنجره التهابيه ولو كانت يعني وزمه صغيره على مستوى الغشاء المخاطي ممكن عند طفل صغير تعمل انسداد تنفسي. فهون نحن مضطرين نستخدم دواء مضاد للالتهاب. تمام. بالرغم انه الالتهاب هو عمليه اعتياديه، يعني هي العمليه الطبيعيه، هي رد الفعل الطبيعي اللي بيعمله الجسم ليوقف العامل الممرض. لكن هون نحن العمليه الالتهابيه اللي هي يعني شيء ضروري بنحاول نصبطها شوي لانه لها تاثيرات سيئه. فالكورتيزون يستخدم ببعض الحالات وله فائدة مهمة جدا، مثل هلا ذكرنا الكروب، بعض الحالات الالتهابية الفيروسية ضروري جدا نستخدم مضادات التهاب استيرويدية، لكن تستخدم بشوط قصير ما بنستخدمها لفترة طويلة عشان ما يصير في إلها تأثيرات استقلابية على مستوى الجسم. شو المدة المسموح فيها يعني تقديريا؟ يعني نحن وسطيا أسبوع، ممكن أسبوع لعشرة أيام إذا كان في ضرورة، مو أكثر من هيك. وبهي الحالة ما في ضرورة لنعمل إيقاف تدريجي وكذا، لأنه غالبا ما بيكون يعني تحرض عنا تثبيط على مستوى الكزار أو على مستوى استقلاب الجسم يعني أو كورتيزول الدم. جميل جدا. طب بالنسبة للأشخاص اللي هن أصلا في عندهم مشاكل بالتنفس، مثل الأشخاص اللي عندهم ربو أو حساسية تكون مرتبطة دائما بفصل أو بالانتقال الفصلي، خليني أقول شو في ممكن يكون هيك نصائح مهمة بالنسبة لإلهم، أو ممكن أدوية معينة لازم يبعدوا عنها لأنه ممكن تعطي مضاعفة بالحالة أو سوء بالحالة؟ بكل تأكيد هلأ المرضى تحديدا مرضى الربو أو المرضى الإنتانات التنفسية المزمنة أو التهاب القصبات المزمن، هدول معرضين أنه يكون الأعراض الالتهابية الفيروسية عندهم أشد.
لذلك نحن بنحاول يعني باكرا ما امكن نعالج الموضوع ونعالجه يعني عرضيا حسب شو الاعراض اللي عم يشكي منها المريض. ما نتردد نروح على علاج ستيرويدي لانه بيوقي من تفاقم الوضع بالنسبه للربو، بيحسن الحاله التنفسيه بالفتره الحاده من المرض. البخاخات الحاويه على الكورتيزون موسعات القصبات كثير مناسبه لهدول المرضى، وفي بعض المضادات الهستامين اللي ممكن تفيدنا بتخفيف شده الاعراض، خصوصا حالات الهياج والسعال والعطاس اللي بيصير كثير، وحتى التشنج القصبي المرافق. طيب دكتور، يعني اشرح لنا هي المعادله، ليش في اشخاص ما يتعلق بالإنتانات التنفسية أو الجريب بفصل الشتاء شدة المرض أو حاضنة المرض عندهم بتكون أقل من غيره؟ يعني في ناس أحيانا الجريب أو حالة الحالة التنفسية عندهم بتكون شديدة جدا، ممكن يعني يتسطح الشخص وما في يعمل أي شيء، بينما في أشخاص عندهم تجي الأعراض خفيفة. هل الموضوع متعلق فقط بطبيعة الجسم ونوعية مثلا خلينا نقول المناعة الموجودة بالجسم، ولا لا في أطر وقائية مثلا تم استخدامها مبكرا؟ بكل تأكيد، يعني أول شيء مناعة الجسم وأسلوب الحياة له دور كتير مهم بموضوع الإنتانات التنفسية. يعني أكيد الناس المدخنين هن عرضة لحالات التهابية أشد من الناس غير المدخنين. الأشخاص اللي عندهم مشاكل تشريحية مثلا عندهم بالأساس انسداد أنفي، هدول اكيد بيتعرضوا اكثر لانه يعني بيتفاقم الوضع بشكل كبير، وممكن نروح على اختلاطات، يعني نروح على التهاب جيوب، التهاب اذن وسطى، او حتى التهاب حنجره وقصبات. الشيء المهم عند الاطفال، في عندنا حاله يعني معروفه عند الاطفال هي ضخامه الناميات. ضخامه الناميات بتعمل انسداد تنفسي، لما بيصير حاله التهابيه بيتفاقم بشكل كثير هذا الانسداد. فالطفل يعني كونه معتمد على التنفس الأنفي، والتنفس الأنفي هو تنفس صحي، بيصير تنفسه بشكل حصري عبر الفم، وهذا بيفاقم الموضوع، يعني بيفاقم الحالة الالتهابية وبيفاقم الأعراض. لا، في سؤال هو من شقين طبعا. السؤال الأول هو للناس اللي ما فيها تترك الدخان أبدا، خاصة لما بيصير عندها هاي الحالة التنفسية، فبتقول لك أنا مضطر أدخن ولو عم تزعجني السيجارة مثلا. شو آثار السلبية برأيك لما بيكون في عندنا هذا النوع من المشاكل التنفسية؟ والسؤال الثاني طبعا هو عن الاشخاص اللي بيستخدموا بشكل فردي طبعا دون مراجعه الطبيب اجهزه الرذاذ المنزلي. دكتور بيقول لك انه انا عندي انسداد فبفتح مجاري التنفسيه بستخدمها ببيت جلسه، وهي ما بدها دكتور وما بدها جاوبنا عنها. هلا بالنسبه للشق الاول، التدخين هو عامل مخرج، يعني عامل مخرج اضافي للعوامل الموجوده. اذا عندي التهاب فيروسي، انا عندي التهاب فيروسي. إذا المريض عنده تحسس صار التهاب تحسسي مع التهاب فيروسي، والتخريج بالتدخين صاروا ثلاث عوامل مؤذية للطريق التنفسي. يعني أنت عم تفاقم العوامل اللي بتزيد الأعراض واللي بتزيد الحالة التنفسية سوءا. أما الأرزاز فيعني لا بأس من استخدامها، وخصوصا الأرزاز يعني المرطبة، وأحيانا الأرزاز اللي الحاوية على الستيرويدات، يعني الاعراض التنفسيه بشكل عام بتخففها لانه بتخفف الوزن. بدها مراجعه الطبيب دكتور، في ارشادات معينه اذا كان مريض مثلا ربو وعنده اعتياد على هذا الموضوع، فالرذاذ الحاوي على الكورتيزون كثير بيريحه بالفترات الحاده من المرض. بالنسبه للاطفال ايضا دكتور، وعند الاطفال خصوصا الاطفال اللي عندهم يعني بنسميه برونكيوليت، يعني اللي عندهم التهاب قصيبات شعريه، هدول معرضين كثير انه لما بيصير التهاب تنفسي بيتفاقم وضعهم التنفسي بشكل كثير كبير، فهدول كمان بيستفادوا من العلاج بالارزاص. هلا في اشخاص بيلجأوا لعلاجات مختلفه، ومن ضمنها اكيد العلاجات المنزليه، نسمع باستنشاقات لبعض من انواع الاعشاب، فخبرنا عن ميزاتها وهل في نصائح متعلقه بهذا الشيء؟ كثير كثير مفيده. مو بس استنشاق البخار، حتى السوائل، انتظام بتناول السوائل وإماهة الجسم بشكل جيد بحالات الإنتان التنفسي كتير بتساعد المريض عشان تحسن يعني تصريف المفرزات، ما يصير في ركود كبير بالمفرزات على مستوى الجيوب، على مستوى القصبات، على مستوى الأنف والبلعوم. هذا بيساعد كتير المريض بتحسين أعراضه. لذلك دائما نحن بننصح أي مريض عنده إنتان تنفسي علوي بغض النظر عن
هو إنتان علوي بحت ولا علوي وسفلي، يكتر من السوائل حتى التغذية تبعه تكون سوائل، يعني دمج ما بين الأعشاب الطبيعي الأمر يعني بيكون الـ 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 يعني الزهورات المشروبات الدافئة الزعتر وهيك شيء متكررة خلال النهار ومنتظمة خلال النهار، الشربات بكل أنواعها بتحسن، يعني بتحسن من إماهة الجسم، بتحسن من تمييع المخاط، وبتحسن من الحالة التنفسية عند المريض. بيضل عندنا موضوع الاستنشاق البخار، يعني بيحرر طريق الهوائي بشكل لطيف، وإذا كان عندنا مفرزات ناشفة على مستوى الأنف بيحررها بشكل جيد، بيساعد بتحرير الطريق التنفسي على مستوى الأنف. دكتور كثير مفيد. كنت عم تحكي عن موضوع البخار الاستنشاق، في بعض الأشخاص بيلجأوا للاستحمام بالماء الدافئ مثلا كثير لما يكون في عندهم هاي المشاكل، بنفس الفكرة بس يطلع من الحمام يقول لك انه عندك بخار الماء الدافئ، يعني بنفس الفكرة انه بيعمل شوية تمييع للمفرزات الموجودة وبيحسن شوية تصريف الأنف والجيوب والبلعوم وحتى القصبات. يعني ملخصا نحن إذا فينا نعطي بعض هيك النصائح بشكل عام، خاصة هلا بالتبدل الفصلي وفصل الشتاء مثلا، موضوع السوائل التغذية هيك، لو بتعطينا هيك لمحة سريعة عن أهم النصائح. لا بشكل سريع، نحن منشان يعني نحد من انتشار الإصابة، دائما الشخص المصاب بالالتهاب التنفسي يعني الالتزام بالعادات الصحية السليمة، يعني هو ما يصافح الناس، ما يعني يكون على تماس كتير حتى على مستوى العائلة، يعني يفضل يعني يكون معزول شوي بشكل أدواته الخاصة، يعني أدوات العناية الشخصية تكون مستقلة، نعتمد بالبيت أنه يكون في تهوية جيدة، ما يكون في اكتظاظ كتير، ما يكون في تدخين بأماكن مغلقة والأشخاص يكونوا موجودين فيها، يعني حتى الشخص المدخن ما بصير عنده إنتان تنفسي علوي، الأفضل بكتير لأنه أنه يخفف أو يوقف التدخين خلال عدة أيام ليكون تحسن وضعه، وهذا بيقصر كتير من فترة الإصابة، يعني بدل ما يكون عنده الإصابة يعني أسبوعين أو ثلاث أسابيع ممكن خلال أربع خمس أيام لأسبوعين. بالنسبة لأطفال المدارس الأحالية ممكن يكون في أطفال المدارس، أنا منصح يعني الأهالي لما بيكون طفل بحالة يعني فعالة وعنده التهاب تنفسي هام مع سعال، وخصوصا إذا في ترفع حروري، الأفضل يعني يتوقف يوم أو يومين عن المدرسة حتى تحسن أعراضه شوي، ولا يعني أكيد بده يعني يصير في انتشار للإصابة. يعني بدنا نتشكر وجودك معنا بداخل الاستوديو الدكتور أحمد عبد الكريم مصطفى، اختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، نورتنا اليوم وشكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا كثير دكتور. يعطيكم العافية.